على قدم وساق تتواصل الاستعدادات والترتيبات لدى الجانب اليمني من ميناء الوديعة البري لاستقبال أول دفعات الحجاج اليمنيين المتوجهين للأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج للبيت الحرام هذا العام. إدارة هذا الميناء الحدودي وهو الميناء الوحيد الذي لا يزال يعمل من أصل 5 منافذ برية تربط بين اليمن وجارتها العربية السعودية قالت إنها وبالتعاون مع السلطات المختصة تعكف على خطة لتذليل الصعاب أمام الحجاج تشمل استقبال وتسهيل إجراءات المرور لأكثر من 24,000 حاج يمني صوب الأراضي المقدسة نحن باستعداداتنا هذا العام في الميناء الاستعداد أفضل من العام الماضي بكثير من ناحية استفدنا من بعض السلبيات الموجودة العام الماضي الآن شددنا على الأخوان في لجنة التنظيم ولجنة التسهيل اللي تمكونها من السلطة المحلية اللي كونها من الوادي والصحراء لمراجعة الخطة التي يعملوها بالتسهيل الحجاج لهذا العام ونزلنا للنزول ميداني مع بعض وحددنا مواقع المخيمات اللي بتتم الحجاج هذا العام أضفنا بعض الخدمات الأساسية من مظلات ومن التجهيزات الداخلية في الحركة المستندية بالأضافة إلى تنسيقات مع الجانب السعودي الأعلى ولجنة الارتباط الذي حدثنا عنها وزير الأوقاف بالأمس كان موجود عندنا في المنفذ القريب ومع هذه الرسائل المطمئنة تبقى المخاوف قائمة من تكرار ذات أزمات التكدس للحجاج التي شهدتها الأعوام الماضية خصوصا إذا لم تلتزم وكالات وشركات نقل الحجاج بمواعيد التفويج التي تم الاتفاق عليها مسبقا بين الجانبين اليمني والسعودي الأمر الذي يتطلب من وزارة الأوقاف والإرشاد في البلاد المتابعة الصارمة وإلزام الشركات والوكالات بتلك الالتزامات خصوصا وإن نجاح تفويج الحجاج لهذا الموسم من عدمه يتوقف بشكل كبير على هذه النقطة محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا